السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ داري نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي من حلوية العيد غادي نحضر معكم حنشة بلدية كتجي معلكة ومقرمشة بنينة بسرعة كتوجد ما الوقت وجميع الاسرار ديال النجاح دي العقدة اللوز المحنشة خصوصا المبتدئات بقوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة فعلى بركه الله هنايا عندي 500 غرام ديال اللوز اللي طحنته مزيان غادي غادي نضيف لواحد القبيصه صغيره ديال الملحه واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه البلديه تكون مطحونه انا هنايا اللوز راني ديت بلا سكر وبالنسبه للسكر راني خليته على جنب درت 200 غرام ديال السكر, دي السكر طحنته انا هنا غادي نقص واحد شويه ديال العقده ديال اللوز اه مسوسه ومن بعد عاد غادي نضيف العقده الاخرى السكر سنيده هنايا ضفت شويه ديال المسكه الحره واحد بيضه وواحد جوج معلق كبارين ديال المزهر زهر وجوج معالق كبارين ديال زيت المائده إذا كنتو دايرين اللوز الرومي فديرو حتى ربعه ديال المعلق ديال الزيت انا هنا راني مستعمله اللوز البلدي فهو كيطلق لي دم اكثر من كتر من اللوز الرومي صافي كنخلط مزيان داك داك العقده ديال اللوز حتى كترجع لي كلها معلكه صافي هنايا يعني من بعد ما نقصت الكميه اللي بغيت مسوسه هنايا ضفت 200 سك... 200 غرام ديال السكر سنيده اللي طحنتها بوحده وكنحاول انني ندخلها مزيان في داك اللوز وانا كندلك حتى كترجع لي العقده ديالي كلها معلكه فهذه الطريقة هذه ناجحة مليون في المية باش تحضري العقدة ديال اللوز بكل سهولة بلا ما يتفرتت لك اللوز فاش تكوني كت كتقبطيه او لا كتطلقيه او تحرب كتحربليه فقد تبعوا جميع التفاصيل هنايا شوفوا معايا من بعد ما دلكت العقده ديال اللوز مزيان شوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون كي كتجينا معلكه ورطبه كما هو موضح في الفيديو صافي غادي نقسمها على الكرات اللي غادي ندير فيهم المحنشة انا هنايا نص كيلو قسمته على خمسه ديال الكرات هنايا جبت الورقه ديال البسطيله تكون الحجم ديالها كبير وقسمتها على جوج ضروري النصف الاولي غادي نخدم به والنص الثاني ضروري غادي تلويه في بلاستيكه باش ما كنتشف لكمش الورقه هنايا جبت حدايا واحد بيض ديال البيضة خلطته مزيان باش غادي ندهنوا الجنيبات وباش غادي وشويه ديال الزيت باش غادي ندهن الورقه وسطح العمل فاش نكون كنخدم هنايا كندهنوا سطح العمل اولا الطبله فاش كتخدموا كدهنوها مزيان بالزيت ومن بعد كتجيبوها هكا الورقه ديالكم كدهنوها بالزيت وكدوزوا واحد شويه ديال البيض على الجنيبات كاملين من بعد كتجيبوا نص ورقه واحده اخرى وكتلاصقوها مع الورقه الاولى ممكن هاد الـ هاد العملية هادي ديروها تاع على ثلاثة ديال الوراق إلا كان عندكم تبصيل كبير أنا هنايا التبصيل عندي الحجم ديالو متوسط نتوما عارفين الفران ديال الضو كيكون التبصيل ديالو متوسط ما كيكونش كبير إلا كان عندكم الفران ديال الغاز وكان عندكم كبير تبصيل كبير فصوبوا هكا بنفس الطريقة ثلاثة ديال الورقات يعني هذه الورقة الثانية زيدوا حداها ورقة وحدة أخرى صافي كندهنها مزيان بالزيت وكندهن عاود الجنيبات بالبيض باش كتلصق لي الورقه من بعد غادي نجيب الكره ديالي اللي درت كما قلت لكم اللوز قسمته على خمسه ديال الكرات فغادي نجيب الكره الاولى وغادي نحرب لها مزيان نتوما بغيتيو المحنشه ديالكم اولا العقده ديال اللوز ديالكم تجي كبيره الاختيار كيبقى لكم على حسب الحجم اللي بغيتيو انا هنايا غادي نبدا نحربلها كما هو موضح في الفيديو انا هنايا حاولت انني أنا ما نسرع لكمش الفيديو باش الطريقه بالتفصيل صافي هنايا من بعد ما حربلته غادي نديرو هكا في الوسط ديال الورقات بجوج كما هو موضح في الفيديو من بعد غادي نجيب داك الراس وغادي نلويه هكا على الورقه ما تلويش الورقه ديالكم تكون مزيره باش هكا اللوز ما يترتقلكمش وحيت اللوز كيتنفخ فاش كيكون كي كيطيب باش الورقه ما لكمش ويخرج لكم او لا تخرج لكم العقده ديال اللوز صافي كنبدا نلويها كما هو موضح في الفيديو واهم حاجه ان داك القنط الاخر كننزلو عليه داك اللوز وهو اللي كنزلوه في الطبسيل باش ما كتحلناش الورقه من بعد هنايا الا بقى شايط لكم آه شويه ديال الورقه من الجناب انا هنايا حيدتها باش يجيوني مع الطبسيل نيشان وفي نفس الوقت ما كتخليوش اللوز باين يعني كتخليو شويه ديال الورقه مغطيه اللوز باش ما يبسلكمش صافي يعني انا هنايا غادي نزيد معكم حبه وحدة اخرى باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل وهنايا حاولت انني نسرع لكم شويه الفيديو باش ما الفيديو طويل هنايا الى لقيتي الورقه بدات كينبسو كيبسو لها شويه الجنيبات فكتحيدوها كذا هكا داك الجنيبات الفواقه بالمقص وعاد كتخدموا بها باش كتجيكم الورقه ديالكم اولا المحنشه ديالكم قرمشه وما كتجيكمش يابسه صافي غادي ندهن سطح العمل بشويه د الزيت كندهن ايضا النص لولي ديال الورقه بالزيت والجنيبات بالبيض من بعد كندير هكا نص ديال الورقه واحده اخرى على النص اللولي انا هنايا لقيت الجناب يبسو ف حيدتهم شوفوا معايا كنديروا النص فوق النص صافي أو كندهن شوية الزيت أو البيض جناب كاملين بالبيض صافي غادي نجيب هكا العقدة التانية أولا داك الكرة التانية ديال اللوز اللي عندي أو غادي نطلقها غادي نحربلها بنفس الطريقة ومن من بعد غادي نديرها في الوسط أو غادي نلوي أنا هنايا غادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفو الطريقة صافي هنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله غادي نخليها غادي ندهنها بشويه ديال البيض الابيض من الفوق وغادي نخليها لمده على الاقل ديال ساعتين حتى كتحسوا بالك... ب... بالمحنشه ديالكم نشفات مزيان عاد غادي نطيبوها هنايا من بعد ما نشفات لي المحنشه غادي نردها طيب على 200 على 180 درجه وشعلت عليها من الفوق ومن التحت غادي نخليها حتى كتحمر من جميع الجناب وكتاخذ لي اللون الذهبي وهنايا من بعد ما طابت وخليتها بردت تماما صافي غادي نبدا نقطعها اما قطعوها بشكل معين او لمائل او لا هكا مدور الاختيار كيبقى ليكم انا خلطت شوية قطعتو هكا مدور وشوية قطعتو مايل صافي الطريقة ديال التقطيع واخا ضروري تخليوها تبرد باش ما تفرتتلكمش الورقة وإنما فاش تكونو هكا كتقطعو راه ضروري غادي تفرتت شوية فأهم حاجة السكين يكون ماضي كديرو هكا واحد الثقب في داك القنوط ديال ديال اللوز ديالكم أولا الورقة ومن بعد عاد كتبركو وتقطعو اهم حاجه كما قلت لكم خاصها تبرد مزيان هنايا بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله بالتقطاع اما كتغطسوها في العسل انا هنايا ما في العسل بغيتها تكون صحيه اكثر فهنايا راني دهنت غير الوجه ديالها بشويه ديال بشويه ديال العسل الحره ممكن تستعملوا العسل ديال السكر فالعسل ديال السكر ناجحه شاركتها معكم شحال من مره كتجي زوينه في المعسلات انا هنايا كما قلت لكم فقط دهنتها بشويه ديال العسل نتوما الا بغيتوها تجي معسله بزاف فضروري انكم تغطسوها في العسل هنايا شوفوا معايا من بعد ما عسلتها كامله غادي نصوب هكا فيها شويه ديال لوز ايفيلي من الفوق فبالنسبه للطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه على حسب نتوما والرغبه ديالكم هنايا غادي نجيب واحد الكويغطات وغادي ندير المحنشات ديالي كاملين هكا في كويغطات وهنايا كيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي شوفوا معايا كيفاش كيجي المنظر ديالهم جد راقي حضروها هكا الاعياد ديالكم مناسبات ديالكم ما غاديش تحشم بكم أه وشوفوا معايا هنايا التعليكه والقرمشه كيفاش كتجي كي نتمنى تجربوا الوصفه الاعجاب ديالكم إلى جربتيوها خلي لي في تعليقات كيف جاتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات أيضا ما تنسوش دعموني بلايكات ديالكم خليتكم على خير وإلى وصفة أخرى إن شاء الله